في صرواح وبين سهوبها الشامخات توقفت مسيرة واحد من المقاتلين الرجال، اللواء عبد الرب الشدادي، بعد أن قاد أول تشكيل قتالي للجيش الوطني متصديا لزحف ميليشيات الحوثي على محافظة مارب. خاض معارك شرسة متصدرا الصفوف الأولى للجبهات ومساهما في تحرير أغلب مديريات المحافظة. عرف عن اللواء الشدادي تقديم التضحيات في مختلف المنعطفات التاريخية، فالرجل الذي استطاع نجبه في الدفاع عن الدولة ومناهضا للانقلاب كان أيضا ممن أيدوا الثورة الشبابية الشعبية السلمية إبان الربيع العربي وانضووا في مهمة تأمين ساحة التغيير في العاصمة صنعاء. لذلك شهدت حياته مسيرة استثنائية حافلة لمناضل وطني جسور لم يساوم. اليوم في الذكرى الأولى لاستشهاده يسترجع الناس تضحياته وبطولاته ومواقفه الوطنية المشرفة التي كان أبرزها الدفاع عن الجمهورية وخياراتها في كل اختبارات الحياة التي عاصرها. عندما دخلت إلى صرواح بكتيبة، فإذا أذهب لأغير من الموجود في هذا المكان المحاد للعدو، يعني مسافة لا تغطيها إلا كتيبة، فإذا بأجد القائد الشدادي و12 فردا من مرافقي وغطيتها ب150 فرد. عام مضى على رحيل اللواء عبد الرب الشدادي، شهدت مأرب تحولات عديدة صارت معها مأرب أكثر المدن استفادة من تشكيلة الجيش الوطني الذي التصق مباشرة بالقائد العسكري الشجاع، إذ بات يعول عليه أغلب اليمنيين في الخلاص من بطش الإنقلابيين وتصدير التجربة إلى محافظات أخرى. أننا سنسير على درب الشهداء إن شاء الله، وعلى رأسهم الفريق الركن عبد الرب الشدادي رحمه الله، وأننا في الجيش الوطني جاهزون إن شاء الله لمواصلة هذا الدرب. بالنظر إلى ما يحظى به الراحل من احترام وحب تجسد في الحضور والتفاعل من قبل الحاضرين هنا في هذه الفعالية، فضلا عن منتسبي الجيش الوطني، يستدرك الجميع أن الشدادي امتداد لصف من الوطنيين الذين خلدتهم ذاكرة الشعب في صفحات التاريخ المضيئة. من هنا جاء الشدادي كرجل عسكري محنك وبارع في إدارة التشكيلات والعمليات العسكرية التي كان يدربها ويديرها، وإن لم يكن كذلك ما كان ليدفع حياته ثمنا لها، ثمنا لإسقاط الانقلاب وحماية أهداف الجمهورية الخالدة. فالسلام لروح الرجال الخالدين في ذكرى رحيلهم. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب. Thank you.